حرب أرض الله قتل جلدنا. هو أصلا ما كان يذاكر وقذفة خطفة من التساري لأنه ما نقول عفار فعار. طبعا اللي حصل للأسرة هذه هو جزء بسيط مما حصل لكثير من الأسر، مما حصل للمنطقة بشكل عام، يعني هذه نموذج صغير مما حصل للمنطقة بشكل عام. اللي حصل هنا إنه يعني في معانا واحد يعني من أحسن الناس ومن أفضل الناس، سواء في الحياة الاجتماعية، سواء في تصرفاته، في أخلاقه، في يعني معاشرته للناس. مشوار الحرب طويل جدا، والمخاوف بشأنها لم تنتهي بعد، وقصص الموت والانتهاكات حاضرة في جميع أحياء وقرى محافظة تعز. نحو هذه القرية كانت وجهتنا، إنها قرية الخشف، إحدى قرى مديرية صبر الموادم جنوبي محافظة تعز. الوصول إلى هنا لم يكن سهلا منذ البداية، حياة الأهالي هنا أيضا تبدو أكثر صعوبة. بسبب وعورة الطريق قطعنا مسافة كيلومتر وأكثر للوصول إلى منزل الضحية لرصد تفاصيل جريمة جديدة من جرائم ميليشيا الحوثي. أيوة المرحلة كانت قلقة، يعني من مسألة الطيران حتى أقل المقذوفات. مرينا بجميع المراحل، يعني طيران، قصف الطيران مرينا به، المقذوفات بشكل عام، مقذوفات الدبابات، الكتيوشا، الهوزر، مضاد الطيران، كل القذائف يعني مرينا بها. الشاب عبد الرحمن محمد واحد من ضحايا حرب الميليشيا هنا، بعد مقتله في لحظة كان يمهد فيها لفرحة زواجه الذي لم يكتمل، وبقت هذه اللحظة مجرد ذكرى مؤسفة في حياة والدته السبعينية حورية صالح. لكن حد جالس داخل ما عدت له قذيفة له، وقتين هو دخل البيت، دخل الغرفة، بغرفة اللي قاعد سبب ذيك مكان دقدقها، كم دقدق للحين، قالش عوضونا ما عوضوناش للآن، كم كان خايب، دقدق عظم حقه مسألك، قزعنا لا نطب عظم حقنا لا عند الرصدة، بعده، شلمونا دخلكم فل، بس قال أضاءً، دخل البيت. لا أكون زدنا أن القذيفة جاءت ساعتين لداخل البيت. تعبان قلنا له غرق من التراب، ما أكلش غرف من التراب، قاع أظن حقهم سألك الفسقال. قلنا ما تعرف استعرفوا ولا إحنا. قاعد يركو قاعد يقول يركو هنا، ما أسألكش أفي بعدنا ما. خموخ ما خمرضة بعد حن بعلاج، لا كان خاص ناشر حن تبعنا علاج، ولا كان خاعي أصب تقعة أروح أفقع بعد تقعة بريه، قلت قضايت 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 قالوا لا شنو زينه
خاب نصل فعلى بيمنا خبن فعلى أكاد حن أملاق حن بنا وقم نسعنا معانا قول قحنا نحن قادة باب عسان شكزا بعان سين نزا قام طحلع ها زي ما كان بالآب بالعقب نحس ما كانوا بالعقب نحس من تنسين نحن سعقوا يا بني أضعها معنا بلغة على ما علمكم أنا كنت نازح قال توفى أخوك عبد الرحمن محمد سلطان في منزل وضرر المكان بالشك كامل والقذيفة جاء من فندق سفتيل فقاموا أصحاب البلاد القرية قاموا بإسعافه في الليل وتوفي قالوا بعد المغرب فقاموا بإسعافه ونقوم بالنازح في العودية ما لش علم وقع عن الخبر عن فاجأكم وقال لا تأثير قوي وعلى المنطقة بشكل كامل والقرية عبد الرحمن محمد شاب نشأ وترعرع بين هذه الأماكن حمل هم إعالة أسرته في مرحلة مبكرة من عمره رغم معاناته إلا أنه تمسك بأحلامه حتى آخر لحظات حياته يعني كان يعولنا بالحقيقة هو أول متوظف تمام كان يعولنا بالحقيقة كان يعولنا وكان حتى الأب اسمه ما توفين قد توفين وكان يعولنا من بعده يعني حتى نفعل بدراستنا وعولنا يتصرف علي بالبيت يعني حاجات كثير كان يعملنا أنا حاجة مؤلمة والله حزننا يعني حاجة مصور إيش يعني كان عرسه لأسبوع مش الحين نفرح له الحين نزوله أتفاجأ أنه قالوا قتل بعنف تخيل أننا نزحكم وتذلكوه هنا وصلكوا لنا بس كل شهرين أتفاجأكم قالوا توف إحنا مش الحين ليش قلنا قاتل أشعر ريس فاجأنا قالوا توف أنا مطيعة بس أقول شو مثله نرجعنا كان حبل مطيع عنده كان اشتغل لبي الأذكر المكتب درسنا أحد كان أنا بدل اشتغل ورجع استعقد أدرش زواج وقت القذيفة أدم أول شيء بكتب أول أمر عقاد عقاد قالوا سلم مع عقاد وقت قريح القريب أزيك بحقه قاك نزوف قاك شطاع ذاكر هو شطاع بكر ذاكر وحده قاك كمبيوتر بيس ذاكر روحت أنا أصبيت لعزان خير خار عن قولة وشليته ما عن عمله شليته عبيت أرتاح كاو مو بزع أخرجمه لبي المحفة قمنا صال دقات ترسل لي دقة عظم مقدرة زي نبا كانوا أدرى حد عربة سيروش من أنسي حقه عادوا أول شبه عادي حقا نحق الدلاله أنا شر روح حريوة حكى ضمير عنده أخذ له فلكان زلو سنة من معقد وكان قريب حنزفاء قال كان يزف قوة حريوة راح تلا لأصل لواه ما كان بيت لوحده عادوا إذا كان يطلع عنده شي طلع عنده يصبروا ما قلت لها قائر ما قلت لحاله ولو حق
أصحابي قبل كم يوم عندهم عزل عقار أقاربي وخلفاء ما شليته نزلتهم عانات وما بي بثنين قار حق رحاب جو خلفاء نفعت دبابة ربتها تجرب من ساعة رأي خلف نفوق وتبقى خرجني شرايا من صدره من حلقه من كل دو دقدقتون مثل مراك اللي حصل انه كان داخل غرفته يعني ما فيش اي داخل غرفته طبعا احنا نحتمي بالبيوت هذه بسبب القذائف بسبب المقذوفات التي تتساقط على المنطقه بشكل عام لا تفرق بين كبير او صغير او ذكر او انثى او طفل او شايب اللي حصل انه كان داخل الغرفه وحصل مقذوف طبعا دمر الغرفه كامل وسبب في انهاء حياه هذا الشاب طبعا تواصلنا لما سمعنا صوت المقذوف تواصلنا مع الشباب هنا يعني نسأل عن حالهم عن اللي حصل عن اللي وقع هنا أجابونا إنه حصل مقذوف وسبب في دمر الغرفة طبعا المقذوف مزق جسمه بشكل عام أنهى حياته في 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 يعني في أقصر وقت تم إسعافه ولكن يعني لم يصل إلى هناك إلا وقد فارقت روحه الحياة طبعا احنا لما سمعنا المقذوف سمعنا الصياح هنا يعني كانت أمه تصيح بشكل جنوني المنطقة كلها طبعا احنا خفنا ان احنا نجي يعني نحور المكان بسبب المقذوفات بسبب الطلقات بسبب فيعني تواصلنا معهم هاتفيا وكان الموضوع قد منتهي قد يعني قد تم استشهاده أيوة طبعا حال هذه الأسرة يعني الجميع هنا يعلم أنه يعني اثنين أو ثلاثة من أخوانه مصابين بحالة نفسية يعني لا يستطيع إعالة أنفسهم كذلك أمه تمام فكان هو يعني الشخص الوحيد الذي قائم على رعايتهم قائم على يعني خدمتهم قائم على قضاء حوائجهم هو هذا الشخص الوحيد نحو 900 مدني قتلوا في تعز بفعل قصف ميليشيا الحوثي المستمر على المدينة منذ بدء الحرب بحسب تقارير حقوقية. عبد الرحمن ورغم منطقة سكنه البعيدة إلا أنه كان ضحية للقصف المتكرر الذي تضرر منه معظم أهالي القرية أيضا. طبعا الحرب واللي مرت بالمنطقة لم تستثني أحد يعني قذائف تهطل لا تميز بين الكبير والصغير الذكر والأنثى المدني والعسكري لا تميز بين أحد الجميع اكتوى بناره هنالك منازل هدمت هنالك منازل هدمت بشكل جزئي هنالك يعني ناس نزحوا إلى الآن لم يعودوا إلى المنطقة هنالك ناس يعني مرت الحرب على الجميع يعني بذكرى يعني الله لا عادي طبعا الحرب وذكريات الحرب يعني نذكر انه كان من قبل يعني اذا تأثر الاطفال يعني ما يروحون بصياح من الاهالي خلال ذيك الفترة يعني المقذوف يروح الاطفال كامل يسمعوا صوت يعني اي مقذوف يستطيعون يزم هذا كذا هذا صوت كذا هذا صوت كذا هذا صوت كذا يعني حتى الناس يعني أصبحوا النوم إذا كان في منزل يعني دورين ثلاثة أدوار يضطرون النوم يسكنون الدور يعني اللي تحت لأنه الوضع مش آمن في أي وقت في أي لحظة في أي ثانية ممكن تحصل عليك قذائف تحصل عليك كاتيوشا يعني هوزر يعني الوضع كان يعني يرثى له
كم يقص كم يقص كان كلهم رايح لبنى أخي جالس داخل بعد على الصاروخ قال شا لبيت ما حمل يملي أشبيتها تقمى وقال قتلته ما عقل بعده بعده مات الله يرحمه ما عايش غيره أخو ما عايش غيره نزحنا يا الله مخلاش خرية فدحين قايحة نزحين ما لا يبني مو من قاس حتى لما سعفوا دحين لا تنبيت عمته عبيتها كان ذاك من طالع من نازل أحاول أبيع البيت أضلت هذاك السواري خلنك بضاء الحمد لله قال ربي سلم الحمد لله الحمد لله ما كان عايش سالمين حنا عايش لا حنا هذا الجدار كان طاعون طاعون ثلاثة واحد كان أستاذ وكيل بلا ما قال حوا بتخاويته شال ليته نزلت منزله والثاني خلا داخل وهذه ابنين هون لا أصلا بيته جالس سارع وادع واحد بعد الجريمة اشتد الوجع وتضاعفت المعاناة الأسرة أصبحت تعيش الإهمال وتفتقد لأبسط متطلبات الحياة المعيشية علاقهم احتابوا علاق احتابوا فاية احتابوا وكان احتابوا كل يعني كل شيء أمر كل شيء أمر احتابوا كل شيء هي لأن مضرتهم كل شيء بعيشتهم بمأكلهم بسيرتهم كل بيستمع هذا هو أول يوم بيت اللي مهبوب مو يرحمنا الله لا معه وظيفة لا معه شغل هذا اللي قالوا ذحن والثاني ما سارح بانين أما شاف لازم نام بحاجة بيتنا مخربات لحد الآن ما بوش أي يعني أي مساعدة لحد الآن بيت ممكن مضرر لحد الآن الآن قامرة كنا 5 سنين 6 سنين لحد الآن البيت على ما هي وقع هناك أكثر من قذيفة لأن الجامعة جنبنا هذا قذيفة والضررة حتى المنازل ومنازل ضررة الزجاجات والمنازل شققت المنازل وقع حتى تحت في القرية ووقع شيء بالقرية كان الأستاذ عبد العثمان كان ضرر كثير ووقع رصاص مبشرات وقذائف وطائرات المهم كل أنواع القذائف مع دخول الحرب عامها 8 لا يجد الأهالي مساحة كبيرة لأفراحهم وإن حضرت بعض هذه التفاصيل فهي أقل بكثير من قصص الموت والحزن التي يتقاسمها المدنيين في تعز إنهم يعيشون دون أمل لنهاية قريبة لكل ما يحدث ولا يجدون ما يساعدهم لنسيان أو تجاوز ما حدث بفعل الحرب